السلام عليكم. فهاد النهار خديت غير ربع ساعة، بغيت نكون سيسيون فيري كويك. علاش؟ باش نهضروا على بلا بلا كون في السيت ويب، كيفاش بيلديناه. ما غاديش يكون غير السيت ويب، ولكن كاع البارتي ديزاين اللي درنا في الكونفيرونس من ا تا زد، وكيفاش كنخدموا اون جروب. فنبدا براسي بعدا. سميتي اسماعيل عزيزي، انا برودكت ديزاينر خدام في واحد لونتربريز سميتها بافر، و ام بارت اوف ذا بلا بلا كونف تيم. كما قلت، اليوم غادي نهضروا على كيفاش بدينا على البراندين تاع بلا بلا كونف لا سيت ويب. فاحنا استعملنا ثلاثه ديال لي تو في كل ما يخص الديزاين ولا الويب سايت. خدمنا فيجما، وواحد تول تاع سبلاين فور 3 دي ديزاين، وخدمنا ويب فلو باش نبيلدو الويب سايت. فغادي ندوز على 3 ديال لي تو، غادي نشرحهم شويه مع لي زيكزامبل اللي عندنا. نبداو فيجما. الناس اللي ما كيعرفوش فيجما، فهي واحد ديزاين تول اللي كتقدر تبيلدي فيها انتراكتيف ويب سايت ولا ابس اللي كتصاوب فيها غير الديزاين تاعهم. من بعد كتقدر ديليفري داكشي للديفلوبرز باش يصاوبوه. فاحنا استعملنا هاد التول باش نكومينيكيو بيناتنا الديزاين، لي ديسيزيون اللي غناخدو في كل ما يخص الديزاين. فكانت عندنا الويب سايت، حاولنا نفاليديو في الاول كاع لي سكرين لي تيكي كاع الحوايج. كانت عندنا تي شيرت اللي كانت با مال دي تيراسيون فيها، جينا لهاد لي تيراسيون. عندنا السوشيال ميديا، اي حاجه كتعلق بالسوشيال ميديا، لي زاسيت، كل شيء هنايا. مع العلم اننا مبارطاجين هذا الشيء مع التيم، يعني اي واحد يقدر انه يدخل ويمودفي ولا ياخذ لي زاسيت اللي بغا. عندنا بارتي ديال سبيكرز، لي فيديو تا هما كنا صاوبناهم هنايا بالبارتي نتاع البروتوتايب اللي كاينه في فيجما، وكنريكورديو الانتراكشن وكنحطوها. عندنا تقريبا كل شتا البريزونطاسيون اللي كانت في الاول كنا كولابورينا فيها كاملين، باش اللي كانت في الكينوت. فمن بعد ما حطينا كل شيء هنايا، كانوا خاصينا 3 دي اليمنت باش ناجوتيهم الويب سايت ولا السوشيال ميديا بوست. فكاملين هم تقريبا صاوبناهم بواحد التول اللي اونلاين. اغلبيه ديال لي تول اللي كنستخدم كيكونوا اونلاين، ما عنديش مع انستالي سوفتويرز ولا شي حاجه ولا سيفين، كلشي كيكون في الكلاود، يعني اوتو سيف، فكتخرج من داك الصداع كامل. فهاد التول هو واحد التول اللي جديد تقريبا، يلا هاد العام مازال في البيتا. فهو كيخرج لك دي زاسيت ولا كتكري فيه اي اسيت نتاع 3 دي، وكيقدر اكسبورتي داكشي حتى للويب، وكتقدر تخدمه ولا تيكسبورتيه دي زيماج. فالداخل نتاع التول دايره بحال هكا. ف تقريبا اي اليمون ولا اي 3 دي تول كيعطيك البيلدين بلوكس اللي كيكونوا بيزيك، اللي هما هنايا بغيتي تبدا بسيلندر، اليبس، ريكتانجل، اي حاجه كتحطها كتخدم بيها، كتلعب على لي فاكتور اللي كاينين في هاد ليليمون هنايا، في الشيب ولا الماتيريال ولا الكورنر كيفاش دايرين. كتقدر تاجوتي الاخر اللايتين اللي بغيتي. المهم كتلعب على هادشي باش تخرج شي حاجه. كاع لي زيليمون اللي كاينين في السيت ويب، هادشي اللي الفوق، لي تراك، قدينا لهم لي زيليمون تاعهم. فكلشي كانوا مخدومين بهاد التول هذا، اللي فريمون مش حال هادي. وانا كنقلب على شي تول اللي كيكون سهل بالنسبه للديزاينرز اللي ما عندهمش واحد الباك جراوند في 3 دي انهم يستعملوه. فالليرنينغ كيرف في هاد التول اللي كان صراحه ما طويلش بزاف، يعني في ساعه كتعلم اي حاجه في التول، وكتقدر انك تستعمل هذاك الليرنينغ باش تصاوب شي حاجه. ف ميم با سيمانه يعني وليت كنعرف انني نخدم اللايسين، نخدم كل شيء، وانني نخدم شي حاجه من ازيرو. البلان اللي بغيت ندوي عليه اخر هو انك تقدر تيكسبورتي الويب كونتنت، ايماج، فيديو، اي حاجه بغيتي، وتقدر ولا وكيعطيك حتى واحد البابليك ايريل باش تقدر تبارطاجيه. ولا كاينه كوميونيتي في تويتر نتاعو اللي كيديروا بزاف ديال لي لايف على هاد التول هذا، وكيفاش انك تعلم ليه.
ندوز للتول الاخر اللي استعملناه هو ويفلو. ويفلو كما كيشرحوا في اللينكدين تاعهم هو مودرن واي تو بيلد فور ذا ويب. اغلبيه ديال الناس اللي كيستعملوا ويفلو كيستعملوه يا اما في لي بلوغ ديالهم ولا في لي بورتفوليو ولا شي سيت اي كوميرس كتقدر تستعمل الانتجريشن اللي فيه. فاحنا اختاريناه بزاف ديال الاسباب. من الاسباب اللي علاش هو انه انا كنت درت الديزاين تاع العام اللي فات وكنا كنحسوا باللي كاين واحد شويه ديال اجي وسير بين الديف وبين الديزاين باش انك تطلع واحد الويب سايت في ساعه. فهاد العام فكرت علاش ما يكونش الديزاينر هو النت اللي غادي يصاوب الويب سايت، ما تكونش بزاف هذيك الكوميونيكاسيون، لا بغيت نبدل هاد ليماج زيد لي هادي. هادشي اللي واعر في ويب فلو هو انه كيعطيك واحد الانترفاس اللي براند اللي ما يعرفش كاع الويب ديفلوبمنت كيقدر انه يستعمل تول ويقدر يموديفي داكشي اللي بغا. فكما كتشوفوا الانترفاس عاديه، يعني كلشي واضح بحال الانترفاس ديال فيجما. كتقدر يعني كديزاينر تول جاي بالنسبه للديزاينر كاوبسيون الاولى، فسهل انك تموديفي اي حاجه. ومن غير هالشي يعني كديزاينر كتولي تخدم في بزاف ديال الحوايج، مثلا الريسبونسيف كيفاش غادي يكون بلا ما كتبقى تمرض راسك مع مثلا الميديا كويري ولا هذاك الشيء. يعني سهل انك واحد ليدي عندك باغي تامبليمونتيها غادي تامبليمونتيها في ساعه بلا ما تمشي لذاك الشيء تكنيك بزاف. من غير هاد الشيء كاع لي بلوك هنايا كيعطوهم لك، يعني كاع الحوايج وحتى الكود اللي تقدر تاكسبورتي كيكون مزيان وكيستعمل بزاف لي بون براتيك اللي جداد. مثلا بحال هنايا مخدمين بزاف ديال لي جريد، بزاف ديال الفليكس بوكس اللي كيسهلوا بزاف. من غير هذا الشيء كتقدر انك تخدم دي سيمبلز باش تخدمهم في الويب سايت نتاعك، ما تبقاش كل مرة تكري ايليمون وهو ديجا عندك. كتقدر انك تاكسيدي للبيجز وتاجوتي واحد الكاستم كود عندك، مثلا الى لقيتي بلي شي حاجه ما كايناش هنا في هذا الانترفاس هذا تقدر انك تزيدها ككاستم كود. بزاف تقدر تزيد حتى سي ام اس اللي صراحه ما خدمناش حنا عندنا، واخا كان من المفروض اننا نخدموه سيرتو في البارتي ديال السبيكرز والبارتي نتاع الاجنده، ولكن نورمال ما عندناش بزاف داكشي علاش درناها شويه مانويل. البلان الاخر هو انك تقدر تخدمها في اي كوميرس. من بين الحوايج اللي صراحه ما صدقوش لينا بزاف في الويب سايت واللي ما عرفتش ممكن نكونوا نقول لهم كان كونفينيون تاع ويب فلو هو انه ولينا كنموديفيو بزاف واحد شويه. مثلا في لاجندا بدا كيتبدل داكشي بزاف، فولينا كندخلو مثلا لي زيليمون ونديبليكيهم ونعاودو، فما استعملناش كاع داكشي اللي ويب فلو جاي ليه. وكون استعملنا مثلا سي ام اس كان غادي يكون مزيان وكان غادي يكون ساهل، مثلا غير من اكسل نيمبورطيو هذاك الشيء اوتوماتيكمون يبان هنايا. ف جينيرالمون هادو هما لي تول اللي خدمنا. احسن حاجه بالنسبه ليا انا في دي بروجي اللي كيكونوا مثلا تاع الكوميونيتي هو انك كتبوشيك انك ديسكفري تولز اللي جداد وكتخدم عليهم. ملي كتخدم صح عليك تولي تتبغي تتعلم باش انك ديليفري هذاك الخدمه. فبالنسبه لي انا تعلمت لواحد 3 دي ديزاين تول تقريبا ويب فلو تعلمت ليه، كنت ديجا صاوب دي بروجي اللي صغيرين. فحاجه اللي صراحه مزيانه بزاف. وقيلا هذا الشيء اللي كاين في البريزونطاسيون. عندي دي لينك الا بغيتو ديسكفري واشنو كندير، عندي انستغرام كنلوح فيه دي بوست على الديزاين. هاد الباج هي راها بيبليك يعني تقدر تدخل ليها تشوف، ونشوف الا كاين شي سؤال ولا شي حاجة. اوكي ما كنسمعكش فيس. از اولويز شي حاجه جديده دونك كيما قلت لك المهم اسمع
انا نشرح لكم، حاول يعطيكم واحد الاوفر فلو ولا شنو درنا بالضبط. المهم الماكسيموم ديال الخدمات هذا هو بالخر، هذا هو الخلاصه باش تخرجوا. كما قال كنت باغي نشير هذاك السايد افكت ولا هذاك الانكونفينيون اللي وقع لنا مع ويل فلو، ماشي بحال الميثود العاديه اللي بدات كنا كنموديفيو دغيا داكشي باش بدات خير. لقيتو شي حاجه ماشي هي هذيك في الاجنده، سمحوا لينا حيت هادشي اللي وقع. ابار سا نبغي نزيد غير نشير بان لابارتي ديال التيكي ما كايناش في ويب فلو، دونك هذيك واحد لابليكاسيون بوحدها باش كون صابنا ما يخلطش، حيت ويب فلو ما يمكنش يدير لك شي حاجه سيرفر سايد اي جيس، ياك اسمي نعم تيدير شي حوايج اللي هما ستاتيك. نعم استاذ اكزاكتومون. المهم الناس كيقول لك تبارك الله عليك داكشي ناضي ناضي ناضي. سماكوش سول واحد السؤال، قال لك واش الاب مصابه بوي فلو از ان اس بي اي ولا ام بي اي؟ ماشي اس بي اي، كتخرج ستاتيك حيت الاش تي ام ال، ولا زدتي شي كاستم كود ياك كي تقدر تزيد كتامبورتا بحال صافي جافا سكريبت يعني. نعم سي سمعك باش تقدر دير تدخل بلا بلا كوم ودير انسبكتي لي مو هادي باش تقول لك هادشي كامل. الناس اللي مانتريسين باش انهم يشوفوا لابارتي ديال التيكي يقدروا يدخلوا الويب سايت، ومش الويب سايت وانما الاورغانيزاسيون جيت هاب ديال ديف سي، وغادي يلقاو كاع لي جيت هاب كاع لي ريبو، ومنها غادي يلقاو اي جيس. المهم غادي نبارطاجيو اللينك من بعد. ما عرفتش كاينين دي كيستيون وحدين اخرين. المهم ان توكا اذا كانوا دي كيستيون، واش كاين ويب فلو؟ اوكي قالك باش كيخدم ويب فلو في ستايل واش بوتستراب؟ لا وقيلا كتخدمو بفروم سكراتش ستايلين تاعك ما كنناش واش كاين شي البلان الاخر هو انه تقدر تستعمل ستايلين في عندهم كوميونيتي وكيلوحوا بزاف دي مثلا ستارتر تاع البروجيكت وكيكون فيهم ستايلين تاع كاع لي زيليمون مثلا ديزاين سيستم فتقدر تلقى مثلا واحد ستارتر تاع بوتستراب اذا بغيتي تخدم بوتستراب ولا اي حاجه اخرى ولكن ملي كتبدا فروم سكراتش كتلقى داكشي ما كتلقى حتى شي حاجه يعني الستايلين كتبداها بوحدك من الاول يعني في هذيك لابارتي نتاع انها تكون شي ليبراري بحال دي كومبوننت كما قلتي المره اللي فاتت. وي كاين بارتي نتاع سيمبلز هو فاش كتصاوب كاع لي زينمون تاعكو دير لهم دي زانستون مثلا ولكن كتقدر راه نفس الشيء في الويب يعني دي كلاس داك ستارتر كيكون غير مكريي لك لي كلاس كامل اللي باغي تقريبا ما غاديش يكون في سبيسين وهداك الشيء ولكن في كاع لي زينمون الاخرين مثلا لي بوطون ستيل نتاعهم الا خدمتي شي ستارتر كيكون داك ستايل كامل بخي ديفين وتقدر تستعمله بلا ما تفكر بزاف في هداك الشيء اوكي ميك سنس. اخر سؤال من اسماعيل تيقول لك كي جاك سبلاين هذا هو التول اللي خدمتي في الثروات ديالك؟ وي صراحة أنا كنت جربت بلاندر في الأول ملي كتدخل الانترفاس الأولى يعني ما كتعرفش شنو خصك دير ضروري خصك تفرج في واحد جوج فيديو ولا ثلاثة الفيديو عاد تعرف كيفاش كيخدم داكشي سبلاين الانترفاس نتاعو باينة يعني كواحد جاي من فيجما ما عمرو عرف في تروات دي كنعرف أي حاجة فين كاينة وهادشي هو اللي مزيان فيه وداك الشيء سامبل يعني انا ما تعمقتش بزاف في تروات دي اللي تور الاخرين ولكن جاني مزيان يعني من النهار الاول ولا النهار الثاني قدرت انني نكري شي حاجه اللي نتاعي وهذا هو زعما الحاجه اللي مزيانه اللي كتبين لك باللي راه التولز راه شي حاجه مزيانه تقدر دير بها تقدر تكري فيها شي حاجه اوكي اخر سؤال من بعد اخر سؤال هو هذا، واش قال لك سبلاين سبورت ساوند افكت؟ ما كنظنش صراحة دابا حيت التول مازال يلاه بيطا يعني انا ملي كنت كنخدم فيه كل سيمانة كيتبدل الانترفاس كيزيدو شي حوايج جداد فكنظن تقدر تكون هذه شي حاجة اللي غادي يزيدوها زعما في القريب ولكن دابا ما كنظنش واش كاينه اوكي دونك شكرا سي حمزه، شكرا سي اسماعيل. الناس راه مازال كاينين دي كيستيون، المهم حاول تجاوبهم في لي كومونتير. الناس اللي سولوا ولا غادي يسولوا ولا بغاو يسولوا اكثر على هذه القضيه هذه، حاولوا غير